المزيد من مجلس العموم البريطاني، ينضم إلينا دكتور عادل درويش المراسل في البرلمان. نرحب بك دكتور عادل، أهلا بك. أطلعنا على آخر المستجدات لديك داخل مجلس العموم وما يشير إليه تصويت على بريكزيت. عشان بس انا اشرح للمتفرج المصري ان نظام جدول الاعمال في مجلس العموم عاده بيتم بين ما يسمى بزعيم الاغلبيه اللي هو وزير، وما بين مكتب رئيس المجلس السبيكر. فهذا التعديل اللي قدمه 30 من النواب كلهم مع البقاء في الاتحاد الاوروبي بيقلب هذا التقليد، رغم ان هو لكن رئيس المجلس متواطئ معه. فعلى هذا التقليد اعطى هؤلاء النواب التحكم في جدول الاعمال، بما انهم متحكمين في جدول الاعمال، وده كان باغلبيه 8 بغالبيه 27 صوت، لان الصوت 328 معاهم و 301 مع الحكومه. فهذا دول 22 من نواب الحكومه اللي هم مع البقاء صوتوا مع هذا المشروع. هذا بيعني ان غدا هيصبح المتحكم في جدول الاعمال هم المجموعه دي. فهيطرحوا مشروع القرار اللي انت بتقول عليه، اللي هو مشروع قانون لمنع البلاد من الخروج بلا اتفاق، وده طبعا هيضعف يد الحكومه في ذلك. طبعا امام الحكومه خيارين. الخيار الاول انها تستخدم ادوات برلمانيه للتاجيل والتسويف، وكما تعلم لازم ينتقل الامر لمجلس اللوردات وكذا. وده فيه خطورة ان ده بيدي اشارات خاطئة للاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي يقول لك والله يا جماعة هيعرقلوهم، فمش هيدوا اتفاق جديد. الخيار الثاني وهو ما هدد بيه رئيس الوزراء اليوم، ان هم لو بكرة صوتوا على هذا المشروع ان هيدعوا لانتخابات عامة. وانتخابات عامة غالبا هترجع لحكومة اهل المحافظين اغلبية، لكن طبعا الامر مش مضمون، لكنه افضل من الوضع الراكد الان. لكن مدة الجلسة الطويلة كما تابعت، هل هذا هو الطبيعي في مثل هذه المواقف في الداخل البريطاني؟ لا، بس هو أصل الجلسة عادة المفروض بتنتهي الساعة مثلا الساعة 10، هو الجلسات كسبان تقعد لغاية الصبح، بس بعد النسوان كتير واللي مخلفة واللي متجوزة وبتاع، فبقى الجلسات بقت محددة شوية. لكن طبعا بما ان جدول الاعمال الان غير محدد، غالبا مجالس بكره هتكون كبيره. بكره هتكون اول مساءله اسبوعيه، اللي هي المواجهه بين زعيم المعارضه ورئيس الحكومه. دي اول مره منذ اصبح بوريس جونسون رئيس حكومه، هتكون بكره الساعه 12 الظهر. الساعه 4 بعد الظهر هيقدم هذا المشروع الجديد. هذا المشروع الجديد برضو عن احد الوزراء قال لي ان بصمات الاتحاد الاوروبي، يعني عنده معلومات ان هذا المشروع صيغه اجزاء كبيره منه في الاتحاد الاوروبي، يعني في تواطؤ مع بين جماعه البقائيين وبروكسل، ده طبعا هيخدم الناس كتير. هل بكره اذا الحكومه اقنعت النواب بتاعها المتمردين ان هم ما يصوتوش معاها؟ ما تنساش ان كمان في 10 نواب من العمال هيصوتوا مش ان هم مع البريك وهيصوتوا ضد ده. فهيبان على بكره بالليل ماذا سيحدث، يعني زي دلوقتي بكره بالليل. لكن معلوماتي ان لو الحكومه خسرت وان فازوا بهذا، الحكومه ستدعو الى انتخابات عامه. الانتخابات العامه اقل مده عمل فيها 25 يوم، 25 يوم بيتعاقدنا ليوم 27 اكتوبر، يوم 17 اكتوبر، وده اللي هو موعد لقاء رئيس الوزراء مع الاتحاد. شكرا جزيلا دكتور عادل درويش المراسل داخل مجلس العموم البريطاني، كنت معي من داخل المجلس في بريطانيا. شكرا جزيلا على هذه المداخلة.